حياته لا يتمنى أن يفوز ناديه، ولكن يتمنى أن يخسر النادي الأهلي. دي حاجة بالنسبة لي غريبة جدا، حاجة غريبة جدا جدا. هو حضرتك بتتمنى أن النادي الأهلي يخسر؟ ما بتتمناش أن أنت تكسب أبدا. اللي عايز يكسب يكسب، مفيش مشكلة، ولكن المكسب ده ليه أسس وقواعد معينة لازم تمشي عليها. فعشان كده أنا دايما بقول لحضراتكم إيه، المواضيع بالنسبة لنا بتبقى بسيطة، إحنا ما بنحاولش نكبر المواضيع. إحنا دايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم كلام منطقي وعاقل، مش بنتكلم كلام عشان الناس تتفرج علينا. لا، إحنا عارفين كويس جدا إن جمهور النادي الأهلي بيقعد يتفرج علينا، دي إحنا بنبصم عليها بالعشر، وعارفين كويس جدا إن بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيقعد يتفرج علينا برضه. فانا بس عايز الفتره اللي جايه، وانا قلت لحضراتكم ان الحلقه اللي فاتت قلت لكم يا جماعه خلينا نبدا من مباراه طلائع الجيش، بعد مباراه طلائع الجيش نتكلم على مباراه المصري، ودايما عايزين نقف ورا فرقتنا، عايزين. وانا شايف ده كويس جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، الفتره اللي جايه فتره صعبه، لا قدر الله، لا قدر الله حصل اي حاجه خلال الفتره اللي جايه، جمهور النادي الاهلي هو اللي هيوقف النادي الاهلي تاني. السنه اللي فاتت حصلت معانا مره اللعيبه رجعت وقفت على رجليها وخدت الدوري، كان بعض الناس تقول لك اصل النادي الاهلي يعني ربنا يكرمه لانه في المنطقه الدافئه فربنا يكرمه ما ينزلش. مش اتقال الكلام ده السنه اللي فاتت ولا ما اتقالش؟ اتقال ولا ما اتقالش؟ اتقال على النادي الاهلي ان هو في المنطقه الدافئه، لكن احنا عمرنا ما بنقول كده ولا هنقول كده، لان احنا عارفين قيمه الانديه كلها. فالنادي الاهلي عايز يكسب مبارياته، عايز يفضل يكسب 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 يكسب، واي فريق تاني ما عنديش اي مشكله معاه بالمناسبه خالص خالص. اللي عايز يكسب يكسب، اللي يقدر يكسب في الملعب يكسب، لكن حضرتك هتصدر لي المشاكل هتلاقيني برد عليك، وهتلاقيني بقول لك عيب اللي انت بتعمله. اذا كنت عايز تتكلم بالمنطق والعقل يعني، فعيب اللي انت بتعمله، اللي انت بتعمله لا يصح، لانه ولا المنطق ولا العقل بيقول ان في حد يتمنى خساره النادي المنافس ليه. طبعا في كتير بيتمنوا خساره المنافس، ولكن انا هكمل الجمله. البعض لا يتمنى، او في ناس دايما لا تتمنى ان انا افوز. يعني واحد ما بيشجعش النادي الاهلي، بيشجع نادي اكس، خلاص ما بيتمناش ان نادي اكس ده يكسب، هو بيتمنى كل امنيته انه يشوف النادي الاهلي خسران ويشوف النادي الاهلي مذلول. معرفش ليه، يعني دي كره قدم ورياضه، كرة قدم ورياضة. فكروا لبعض من لا يشجع النادي الأهلي، فكروا في الكلام ده يا جماعة، فكروا في اللي احنا دايما بنتكلم فيه، مش اللي انا بتكلم فيه، اللي كلنا بنتكلم فيه داخل قناة النادي الأهلي. فالموضوع بالنسبة لنا موضوع بسيط، موضوع مش هنفكر فيه تاني، ولكن احنا دايما بنقول لحضراتكم او بنحط لحضراتكم سبوت على الكلام اللي بيتقال امبارح والنهارده في الوقت اللي احنا ما بنكونش فيه متواجدين على الهواء، على الرغم من الكل هنا الحقيقه في قناه النادي الاهلي بيحاول دايما ان هو يحط الضوء لحضراتكم على كل هذه الامور ومثل هذه الامور، ولكن في النهايه النادي الاهلي يظل كبيرا ويظل دائما لا يلتفت لمثل هذه الصغائر، لانه الطريق احنا ماشيينه، احنا عملنا الطريق. النادي الاهلي عامل الطريق من 1907 بالمناسبه، مش النهارده، من 1907 والنادي الاهلي بيعمل طريقه وبيمشي والكل بيجي وراه، والكل بيجري وراه، أنا آسف، مش بيجي، بيجري وراه. فإن شاء الله كل الأمور دي تعدي. عندنا ماتش مهم جدا جدا يوم الجمعة، الماتش بالمناسبة كان الساعة 7:30.